المجموعة دي جديدة وممتازة جدا. حضرتك تتفضلي تنقي اللي حضرتك عايزاه. تتفرجي فيه فلوس ممتازة. اه ده حاجة حديثة قوي. اتفضلي. انا كنت عايزة ابو زي اقفص الرز ده. فيها فيها. تيتو يلا عشان في مصلحة. مرسي جدا. سلامة. النبي يا ست عايز بريزة. النبي ما تعششش من امبارح. النبي اي حسن. استنى. يلا يا جماعه كل واحد يروح لحاله وبلاش اللمه دي. بس يا امشي قدامك بص قدامك يالا امشي امشي اخويا انت هو امشي امشي. الله أكبر. ليلة ليلتك يا توت.
بتدور على حد يا كابتن؟ اهو النبي اخ بعد اذنك، في ناس ساكنه في الدور الاول هنا اللي هم جماعه الحاج عبد الحي سليم. مين؟ الحاج عبد الحي سليم. دول مشوا من زمان. مشوا؟ طيب ما عندكش فكره راحوا فين؟ ما اعرفش والله، بس بيقولوا ان هو في السجن بقاله كام سنه. سجن؟ انهي سجن؟ الله اعلم. متشكر. تشرب حاجه. تشكر. السلام عليكم. بس يا ده تموته يلا. اوعى يا عم يا ده تعوره بعد. بس يلا قوم اجري. يا اجري. اوعى يا عم يا ده. بس انت ايه مالك عامل فيه 10 رجاله فوق بعض كده؟ مالك فيه ايه؟ خليته يجري. اسمك ايه وانت مال؟ رد بلاش لماضي. اسمك ايه؟ اسمي رضا. اروح الجيزه ازاي يا رضا؟ يا ده مش بكلمك هنا، اروح الجيزه ازاي؟ مواصلات؟ لا كعاب يا فتك. كعاب ايه يا عم؟ بسافر من هنا. طب ما تقول لي اروح ازاي ما انت مفتح كده. تعال اشوف لك توصيل. تعال ما تتنحش. ما تتنحش. اتكلم عادل يا ده. انت بتضربه ليه بقى يا سرد؟ خد سيجاره مني. سيجاره ايه وانت كلك عقده بتشرب سجاير من دلوقتي بلانيله؟ تشكر يا خميس. ربنا يخليك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى صبحي موجود؟ اقول له مين؟ تيتو. اه ثانية. تيتو! الحمد لله على السلامة يا تيتو. ازيك يا صبحي؟ ازيك يا ولد؟ ليك وحشة يا صبحي. والله وانت كمان. اخبارك ايه؟ الحمد لله رضا. والله زمان. تعالى. مش هتقل عليك، هم يومين ويحلها ربنا بعد كده. عيب ما تقولش الكلام ده يا تيتو. أنا مش ناسي وقفتك جنبي في السجن. صبحي الأوضة جاهزة، عايز مني أي حاجة تانية؟ ما تحرمش. طيب أنا همشي بقى. اصبري شوية وهنزل روحك. طيب أوكي. خلينا نتكلم في الشغل. ليك في السواقة؟ ضرب النار؟ ما أنت عارف يا صبحي أخوك جن. بس يعني ما تقلقش، لسه قدامنا وقت. بقول لك إيه؟ ما تخلعني من الشغلانه دي. ابوس ايدك، انا ما صدقت خرجت. يا ابني انا عايز اطلع لك قرشين. الدنيا اشفرت وما بقتش زي الاول. لا هتعرف تشتغل شغلانه شريفه ولا هتعرف تعمل فلوس. ما تقلقش انا مرتب كل حاجه، بس انت قدم المشيئه ان شاء الله. هو عربي بقى ما بنشوفش الحاجات دي في بيوتنا. كيشو ايه؟ اقفل التلفزيون وانزل تحت وفتح عينيك. يلا عربي. تيتو غير وروق واقفل ورايا. Thank you.
يا طارق، ايه الاخبار تحت؟ لسه يا فندم، فيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ الزبون طلع له. ماشي، فتح عينك كويس، واول ما التاجر يوصل كلمني. عرابي اجهز، يلا الناس وصلوا. عددهم كام؟ فين الفلوس؟ أرقام الخزنة كام؟ أرقام الخزنة كام؟ مش سامعني كويس صح؟ انت اتكلم. ارقام الخزنة كام؟ انا هخليك تنطق. هتنطق ولا تحصله انت كمان؟ تاجر الاثار وصل يا فندم. طب تمام سيادة العميد، هنسيبهم شوية ونهجم. طب شكرا يا فندم، شكرا. نجهز يا رجاله. تمام تمام يا ريس. باي. في ايه؟ ما بيردوش. يعني ايه ما بيردوش؟ الناس جم والبوليس هيكبس. بوليس ايه اللي هيكبس؟ فهمني. رقم الخزنة 8000. Thank you.
واثق فيها جامد. اثبت. امسك نفسك يا صبحي.
معاك يا ابني. ما تقلقش الكلام ده مش هينفع على التليفون. تيتو شكلك نظيف، شكلك حكومة. الفلوس خد دول. ايه دول؟ ده نصيب صبح والرجالة، حلال عليك. عملية بمتين ألف أخضر بتطلع لهم منها ملاليم؟ هو ده الاتفاق. وبعدين انت مال أهلك؟ اسمع، انت جايز ما تعرفنيش، بس اكيد تعرف صبحي كويس، يعني اكيد عارف ان وراكم لحم. وانت بقى مين عمكم اللحم؟ خد ياد الفلوس دي يلا غور من هنا. نزل ايدك، نزل. انت عارف انت بتكلم مين؟ ظابط. ان شاء الله تكون حتى وزير. انا بتكلم في حق ايتام. عايز تفهمني ان لو اديتك الفلوس هتروح تديها لعياله؟ ماشي. ولا تزعل نفسك. فيلم اليتامى اللي انت عملته ده لو طلع بجد تبقى انت فعلا واد نظيف. ما تعرفناش. انا بابا يلا. انت جبت عربيه ولا لسه يا تيتو؟ منين يا باشا؟ الشقه الجديده اللي انا خدتها دي اطمر قبلي، ربنا بلاني بمهندس ديكور مقلبني يجي في 200 الف جنيه لغايه دلوقتي. ليه كده؟ انا عارف. اه كل ما يجيب شويه عفش يقول اصل ده مودرن فغالي. اصل ده اسمه كده كلاسيك والله فغالي. ارميهم هنا يا تيتو، ارميهم هنا. اديني باخد على قد عقله، عايز اخلص. طيب اول ما تنزل مصر اشتري اي عربيه ومالكش دعوه بالفلوس. انا ادفعهم لك واخصمهم لك من اي عمليه جايه. ربنا ما يحرمناش منك يا باشا. قول لي بقى يا سيدي، مهندس الدكتور قالك ايه؟ ضحك علي، عمال كل شويه يقول لي حاجات مش فاهمها كده لغه، وانت عارف انا ماليش في اللغه. هي شقه فين؟ الزمالك. زمالك لو اهلها وغيرها. هات تيتو. ابنك ده يا باشا مش كده؟ مش عايز ترد بلاش؟ دي ورشة أكر وصواميل بالنهار، كل ده تمويل، ده مخزن سلاح. بطلت من امتى؟ الدكتور عدني. المهم هتلاقي خمسة ستة متوزعين على البوابتين، اتنين هنا
وتلاتة هنا، وواحد ندرج على أول الشارع، وواحد بيأمن من فوق. أنت على فكرة هتحتاج رجالة معاك تاني. موجودين. أهم حاجة عندي إنك تدخل وتخرج في خلال نص ساعة. المشوار ده إمتى؟ لما أعرف ميعاد مأمورياتنا إحنا الأول. ما تنساش تسيب لنا حتتين سلاح علشان نحرزهم، وإلا القضية هتبوظ. تتأمر يا باشا. ده إحنا نسيب السلاح كله. مش هتقول لي بقى اسمك الحقيقي إيه؟ تاخذنيش يعني، رمز دي مش لايق على سعادتك. صباح الخير يا رفعت باشا. يعني ايه يا حسن؟ يعني ايه؟ فاهم مالي دي بقى؟ 48 ساعة والواد عندك، يعني ايه مش عارف تطلع منه بحاجة؟ يا باشا الواد خايف ومش عايز يتكلم، وحضرتك أكتر واحد عارف إن الناس دي ما كانتش بتيجي غير بالضرب. دلوقتي الواحد مش عارف يعمل ايه؟ بيتحايل عليهم عشان ينطقوا. في سكك تانية كتير يا حسن. صباح الخير يا أبو سام. الله يخليك يا فندم. مبروك على القضية. الله يبارك فيك يا فندم. منورة في الجرايد. الله يخليك يا فندم. تعلم من سيادتك. مبروك. سامي ده بقى هتشوفه بعد كده هيبقى زي الفل. رفعت بيه. النهارده نعم. دايما اتصل بيا واداني معلومه ان في عيال جايين من سينا معاهم شحنه مخدرات كبيره. خليه يكتب لي مذكره. حاضر يا باشا. طب واحنا مالنا يا باشا؟ الواد اعترف والسلاح موجود وعندنا قضيه زي الفل. السجون مليانه بالعيال دي يا حسن، انا عايز الكبار. بص يا سيد، انت سمعت عن جهاز كشف الكذب اللي بيستعملوه في امريكا؟ ايوه يا باشا. كويس. احنا عندنا بقى حاجه زيه كده بس بلدي يا سيد، اسمها الخراره. الخرارة دي متوصلة بالكهرباء وطالع منها فردتين، فردة بنحطها على لسانك وفردة طبعا انت عارف فين. 10,000 فولت يا ابو السيد، خر بقى براحتك وعيش حياتك. بس انا عندي حل تاني. انا هفتح الباب ده واخرجك بنفس شرط واحد، تقول لي على كل كلمة تعرفها. وانا هش ضمني يا باشا لمؤاخذة انك هتخرجوني من هنا. يا جحش انا مش عايزك انت، انا عايز الحمار الكبير. أنا رقبتي ليك يا باشا. هو ده الكلام. أبو السيد ده بتاعنا يا حسن، عايزك تاخد منه كل كلمة يقولها وتروحها على طول. اقعد يا سيد. فندم. فندم. روحوا بجد يا فندم؟ أيوة طبعًا روحوا بجد، أمال إحنا بنهزر. رفعت بيه. إيه حكاية الخرارة دي؟ باصي. هات يا سيدي. في ايه؟ يلا بقى. في ايه؟ مفيش حاجه حبيبي. رضا. تيتو. ازيك يا وحش؟ الحمد لله. مش عايز تشوف انا جايب لك معايا ايه المره دي؟ جايب لي ايه؟ ده ما ينفعش. هنا امال فين؟ السلام عليكم. عملت ايه يا ابن المفكوكة؟ جبت لي مصيبة اهل المرة دي يا واد. بس كل مرة جينا مصيبة وجينا في البيت ليه؟ يا ستي استهدي بالله. استهدي بالله. في ايه؟ انا اللي جايبه. جايبه يا حبيب ايه؟ لا اله الا الله، مش ده بيته يا ام رضا. بيته؟ ده صايع ما يعرفش غير الشارع. هو صنف ده في بيتي ولما ياما ميس الابيض فين؟ خش يا بنت جوه استري نفسك. بصي يا ام رضا، ابنك عيل صغير مالوش غير بيته واهله، لازم يعيش سنه، يعني يروح مدرسة، يذاكر، يلعب. عيل ايه ومدرسة يا بيه؟ بقولك ده بتاع شوارع، انت فاكرني مبسوطة برميته كده؟ ده انا طلعت روحي معاه. هو القرف اللي انا فيه ده كله والغلبة عشان مين؟ ده صايع، ده صايع. امسك يا مرضى. ايه دول؟ دي فلوس عشان رضا، من هنا ورايح مش هيسرح في الشارع، وزيهم اول كل شهر بشرط يرجع المدرسة. يا بيه ده ابنه وانا عارفاه، لا هيقعد في البيت ولا هيروح مدرسة. وانت رحت فين؟ البركه فيك يا ام رضا. هو انا قادر عليا بيه؟ رضا يلا خش استحمى وغير هدومك، وهبقى قاعد ابص عليك من وقت للتاني. ماشي. ما قلتليش حضرتك مين يا بيه؟ مش مهم، المهم ان ربنا بعت له واحد يلحقه. لا اله الا الله. السلام عليكم يا باشا. سعادتك زعلان عشان نزلت له 10,000 جنيه. انا فاهم سعادتك، هو دخل عربيته القديمه في البيعه
وخلاص، عندي زبون هيشيلها على 120 واحنا واخدينها منه ب 95، يعني كسبانين فيها 25,000 جنيه. ايه يعني لما نزل له 10 من سعر الجديده؟ بعد اذنك اه. ثانيه واحده يا باشا، اؤمر. كنت عايز اخلص في العربيه اللي واقفه دي. طب اتفضل يا بيه، استريح استريح اتفضل. ايوه باشا. اهو واصل اهو. طب هتصل بسعادتك تاني. ماشي يا باشا. طب خلاص سلام، انا دلوقتي عشان انا وصلت. فارس باشا صباح الفل. اتفضل يا باشا، انا مجهز لسعادتك الورق، ثواني اجيب الملف واقف. اتفضل يا باشا. سعادتك بتتقلب. نعم. سعادتك بيتعمل عليك شغل يا بيه، بأمارة عربيتك القديمه اللي انت مديها لهم، بايعها ب 120,000 جنيه ومديك فيها 95,000 جنيه. انا سامع الكلام ده كله في التليفون يا بيه. 120؟ الله حرك من ده ليه؟ انا مالي، انا بقول لسعادتك اللي في مصلحتك، انت حر. الف مبروك يا باشا، سعادتك هتكتب لي شيكات بالمبلغ، التواريخ انا كاتبهم زي ما اتفقنا بالظبط. لو جاهز بالفلوس دلوقتي نخلص، انا كنت هبيعها حالا. انا جاهز يا فندم بالفلوس، بس لو تسمح لي ابص على العربيه الاول. اتفضل. اهلكنا بره هناك ايه؟ عن اسلوب. ايه؟ لا مفيش حاجه. الاستاذ هيشتري عربيتي على 110. والراجل اللي انا اديت له كلمه؟ قول له اي حاجه يا حسين، ده فرق 15,000 جنيه مش لعبه. فارس بيه، انا شخصيا هتحمل الفرق ده، بس مش هقدر ارجع في كلمتي. اوكي هايل، خد بقى ظبط الشيكات دي وانا اروح اعتذر للاستاذ اللي واقف بره. بس بقول لك ايه يا سحس، تشوف له عربيه حلوه وتكرمه فيها، مش عايزينه يزعل. ايه ما استلمتش عربيتك ليه؟ ان شاء الله بكره. طب واقف هنا بتعمل ايه؟ يعني يمكن ربك يكرم في تاكس. تاكس وسط الصحراء كده؟ اركب يا عم، اركب اوصلك في اي حته. كتر خيرك يا باشا. قلت لي اسمك ايه؟ اصحابي نادوري يقولوا لي تيتو. عاشت الاسامي يا استاذ تيتو، متشكرين جدا على اللي عملته جوه. يا واجب، الواحد هيقبل على نفسه الحرام؟ الراجل قاعد بيلاقي الزبون وسبحان الله. شوف انت بايع له العربيه وهو بيعمل ايه؟ انت عامل فيها واجب. يا خبر ابيض على الناس، توحشت. ايه اخبار الاكل؟ هناكل يعني ولا ايه؟ 5 دقايق بس يا حبيبتي. طيب ابعتهولي بقى على طول اهو. اه نرمين افندم، شوفي الزفت ابراهيم ده، ابعتهولي على هنا على طول. حاضر. يلا بقى ارفع بقى، ومين مقابل بقى؟ بتبص لمين انت؟ اخرس يا ابراهيم. اهو بص. لا يا تيتو، الشمال الشمال هو اللي بيشوط. الشمال يعني جول جول. ايه رايك يا معلم؟ هو لازم انت تجيب جول يعني، شايفني بفهم فيها قوي يا فارس يعني. طب يلا ناكل. بقول لك ايه؟ ايه شكل كويس زي الفل، قصدي لبسي لبسي كويس يعني. مية مية يا معلم، مية مية. يلا ما تبقاش تتكلم كتير. حاضر حاضر حاضر. مش هتشوف لك شغلانه بقى يا تيتو بدل ما انت قاعد عواطلي كده. ايدي على كتفك، الفلوس موجوده بس هشغلها في ايه؟ اي حاجه يا اخي. هشغلها لي معاك. انا شغلها لك في البورصه بس برضه هتفضل عواطلي. عواطلي؟ لا عواطلي بقى يا فارسي. طب يا سيدي هبقى اشوف لك حاجه. حرقت الاكل؟ وانا من امتى حرقت لكم اكل؟ طول عمرك بتحرق الاكل لما يكون في قطط. طب امسك كده. بس مفيش قطط. لطيف موضوع السالفه. اي قطط دي؟ بتتكلم على ايه بالظبط؟ انت نسيت قصه شرم الشيخ ولا ايه؟ ماله بقى شرم الشيخ؟ الله الله. عشان اعرف ايه قصه شرم الشيخ دي بقى؟ اتفضل. ده قصه غريبه. تيتو اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. اه لتيتو حكايه شرم الشيخ. اقول هتقول ايه بس؟ هو في ايه اللي حصل في شرم الشيخ؟ انت ناسي؟ فاكره السنه اللي فاتت لما كنت عايز اخد دايفنج كورس والاستاذ طمع وجه معايا؟ اه كنا قاعدين في ليله بقى وهنشوي بقى وقاعدين هناكل. ماشي. شويه قطط معديين جيت لها معاها. اه قامت الولعه مولعه عالي قوي.
زي ما انتم. محدش يتحرك من مكان. خلى عنك يا حبيبي. من 10 دقايق هنقضي مصلحه ونمشي على طول. يا ريت ما حدش يتشاع عشان ما حدش يتعور. يلا رجال يلا بسرعه. المستندين بسرعة رجالة. يلا 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 بسرعة بسرعة. ما هنش علي اتصرف في الثلاث حيطة دول. قلت ما يغلوش على الباشا. مقبولة يا تيتو. تشكر يا معلم. كده يبقى 200 باللي وصل لك. ايه مش عاجبينك ولا ايه؟ لا العفو بيه بس دماغي راحت في حته تانيه. حته تانيه؟ فاكر سعادتك لما اديتني فلوس وقلت لي انزل اشتري لك عربيه؟ يومها تعرفت على واد مندوري بس واد ابن ناس. ناس مقصلين يا باشا. أهله عندهم فلوس كتير أوي. عارف ساعتك أنا كنت فاكر كل الناس اللي معاهم فلوس دول ولا تكلم رمم يدوسوا على اي حد بجزمهم. لكن لما قربت من الواد ده دخلت بيته شفت اهله اكتشفت ان اخر حاجه بيفكروا فيها هي الفلوس. ناس طيبين عاملني كويس. محدش سالني اصلك ولا فصلك. بس نضاف نضاف يا باشا محترمين. عارف ساعتك اول مره في حياتي احس اني بني ادم مش صفيحة زبالة. تيتو انت عايز تقول ايه؟ عايز انضف ابقى محترم. عايز ابطل الشغلانه دي يا باشا. وهتعيش ازاي يا محترم؟ زي ما كل الناس عايشه. تفتكر انك لو اشتغلت اي شغلانه تانية هتعرف تعمل الفلوس اللي احنا بنعملها دي؟ ثم احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد فلوس الحراميه نستثمرها نعمل بيها مشاريع تنفع البلد وبنقبض عليهم. وبعدين تعالى قول لي تفتكر انت لو ما معكش القرشين دول كنت هتعرف تبقى في وسط الناس دي؟ يا ابني مش عشان قربت من الناس دي هتبقى واحد منهم. يا باشا الناس دول مش كده. انت لو رحت وطلبت بنتهم هيرضوا؟ ياض انت زي ابني افهم. عايز تبقى محترم بجد؟
الفلوس هي اللي هتخليك محترم. طب يلا روجي لما لا مظبوط يلا 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 نتصور يلا نصور يلا نصور لا 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 نايس نايس طب تعالي ايه ده فارس بس يلا استنى استنى تيتو تعالي اجي فين هنتصور لا بلاش انا حكايه الصور والنبي معلش حياتك عشان خاطري هيحصل لك ايه لما تصور زي ما تيجي بقى يلا ماية من فضلك حضرتك دي نضيفة أنا ما حطيتش بقي فيها مرسي شكرا أنت ليه واقف لوحدك؟ يعني نصيب أنا ما بعرفش حد هنا غير فارس فارس دايما بيجيب في سيرتك تيتو تيتو وجع دماغنا يا أخي تيتو الله يكبر بخاطرك يا ستي أصل فارس ده أخويا عشرة عمر حبيبي أنت اسمك الحقيقي إيه؟ مش عارف اسمك؟ لا مش عارف اسمي وأنا عبيط مش عارف اسمي بس زي ما تقولي كل فين وفين لما بتسأل السؤال ده وفي يعني بيبقى في مناسبات معينة اسمك إيه؟ طاهر طاهر؟ طاهر عبد الحي سليم ها ايه الاخبار بتكلم مع صاحبك طاهر عن اذنك طاهر انت اسمك طاهر اه طاهر عبد الحي سليم هو انا ما قلتلكش على موضوع طاهر ده طاهر طاهر ده مشروع عمري حلمي من وانا عندي 17 سنه خرابه دي حلمك الخرابة دي هتبقى حاجة تحفة محدش هيصدق ان المكان ده موجود في مصر بس يا رب يوفقني واعرف اجيب التصريح بتاعتها طيب ما تدخلني معاك في الليلة دي وهيب. ايوه حسن سوري معلش نسيت طب خليك معايا هخش على الناس ده واقولك حالا كنت بقول لو تدخلني معاك في الليلة دي ووزيتنا في دقيقنا ونبقى شركة ويعني اللي نعرف احسن من اللي ما نعرفوش مش هينفع تيتو انا ابويا نفسه عايز يخش معايا وانا مش موافق فارس انت مش قلت لي هتشوف لي حاجه اعملها اه بس بعيد عندي يا تيتو والنبي يا جدع انت زي ما تكون فاهم ان انا داخل اخربها لك يعني ايوه حسن لا كولكم نزلت 12 سنت بس اوراكل طلعت 20 لا 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 ما تبيعش كلمني بكره في المكتب ماشي سلام انت شفت صور الخطوبه بص بص والنبي خلقتك اتم عشان كده ما كنتش عايز تصور ها هي الأنسة نور بتشتغل ايه؟ أخصائية تخاطب مؤاخذة يعني ايه يعني؟ يعني بتعالج الأطفال اللي عندهم تأخر اللي هم يعني ربنا يعفي عنهم متخلفين يعني بس ما همش متخلفين يا تيتو طيب وفي حد متكلم عليها؟ تيتو النور مش ليلتك مش هتعرف لا تتسلى بيها ولا هتعرف تتجوزها طب نتسلى بيها دي وفهمناها ما تجوزهاش ليه بقى لمؤاخذة عشان هي بنت ناس وانت جربوع ايه جربوع دي يا فارس ايه انت زعلت ولا ايه يا عم بهرج معاك هظبطك معاها وانت حر بس بلاش كلمة متخلفين دي قدامها يا عم يا كيمي خلاص انا لقطها منك متأخرين مش هتني متخلفين دي ما تتكلمش معاها في الموضوع ده خالص بتاع المتخلفين مش هتكلم فيه خالص علي النعمة انت المتخلف المطعم بتاعي هيكون حاجة تانية خالص
اولا مش هيبقى في دور عالي قوي كده، ثانيا مش هيبقى فيه زباين اتمه زي الجدع اللي قاعد هناك ده. لما انت متضايق من المكان قوي كده جبتنا هنا ليه؟ مش انا ده تيتو وربنا منا. مش قادرة اتخيل ابدا انكم تعرفوا بعد من 3 اشهر بس. عشان شغل غسالة. انا مضطر امشي يا جماعة، عندي مشكلة في الشغل. ايه مشكلة ايه خير؟ غسيل، غسيل اموال. نور عندك مانع لو تيتو وصلك؟ لا اوكي. تيتو خلي بالك من نور، ابقى كلمني بالليل. حضرتك تحب تطلبه دلوقتي يا فندم؟ تحب تاخد ايه؟ انا عايز اخد فيليه. بيبر صوص ولا مشروم صوص؟ مشروم صوص. سوى ايه حضرتك؟ ويل حضرتك يا فندم؟ انا زيها بالظبط ان شاء الله. اوكي تحت امر حضرتك. شكرا. مرسي. انت برج ايه؟ مش عارف انا، يعني ما فهمش في الموضوع ده بصراحه. يعني تتكلم جد؟ والله. يعني ما تعرفش اتولدت امتى؟ لا مش للدرجه دي، عارف بس ما اعرفش بقى اليوم اللي اتولدت فيه ده يوافق برجي ايه. انا هقول انت انت اسد. الله يحفظك، ده من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. بون ابيتي. كتر خيرك. اشمعنى بقى حضرتك اخترت الشغلانه دي بالذات؟ يعني الاطفال دول اتولدوا كده، يعني مش بايديهم. في ناس متعتهم في الحياة مشروع تجاري ينجح، قرية سياحية، عمارة تتبني. إنما تخيل بقى متعة النجاح لما تقدر تخلي طفل من دول يعيش زي أي طفل طبيعي. أنت ما بتاكلش ليه؟ باكل. حكي على إيه؟ يعني على الفيلم اللي عملته. فيلم ايه؟ التليفون اللي جه لفارس ولازم امشي دلوقتي، قديمه شويه. لا اصل انت مش فاهمه اللي حصل. عموما حصل خير، انا مش متضايقه. انا هنزل هنا. هنا؟ ليه؟ عشان انا ساكنه هنا. ميرسي قوي. طب ممكن طلب لو مش هضايقك يعني؟ اتفضل. لو ممكن اخد نمرتك؟ ليه؟ انا اسف يعني لو ده زعلك فانا اسف يعني بلاش. انت في ايه؟ مالك؟ انت حكايتك ايه بالظبط؟ حكايه ايه؟ يعني انت مين؟ جاي منين؟ مين يعني؟ حضرتك قصدي حدوتي من زمان يعني. أنا اتولدت في حي شعبي اسمه ولاية الكبش لو تسمع عنه، وبعدين سافرت مع أبويا وأمي الخليج، جالهم عقد عمل هناك يعني، وبعديها بسنتين وثلاثة كده ضربتهم عربية فماتوا يعني. الدنيا ما بعترضش، سحبت على الكفيل اللي كان واخد أبويا ورباني مع عياله، كبرت عملت فلوس وقلت ارجع بلدي بقى يعني اقعد اعيش هنا. اتعلمت؟ ان شاء الله. درست ايه؟ التجاره. يعني سافرت واتبهدلت واشتغلت واتعلمت. لا برافو، برافو قوي. عارفه حضرتك الواحد لما بيعوز حاجه من قلب ربنا بيوفقه يعني. انت قريت الكتاب بتاع سحر الصحراء؟ قريته انت؟ قريته فعلا. في جمله اثرت فيها جدا، لما البني ادم بيعوز شيء من قلبه كل الدنيا بتتامر عليه لغايه اما يحقق هو بقى الاسطوره الذاتيه بتاعته. هي كانت مكتوبه كده انا فاكر، وفرقت معايا جدا يعني. برافو. انا لازم انسى. طيب بعد اذنك. يبقى خدها من فارس. باي باي.
قرية سياحية في شرم الشيخ ومعايا شركة تقال قوي في البلد. هو ده المشروع اللي كنت بدور عليه طول عمري عشان أطلع على المعاش وأنا حاطط رجل على رجل. بس في الحقيقة أنا عندي مشكلة في السيولة وأنت الوحيد اللي تقدر تحلها لي. إزاي؟ مش فاهم. شغلانة بسيطة قوي. شحنة مخدرات جاية من سينا مكسبها ما يقلش عن 5-6 مليون جنيه. اعمل العمليه دي تيتو مش هطلب منك اي شغل بعد كده. القرشين اللي هتطلع بيهم تقدر تعمل مشروع وترزق نفسك. سعادتك متاكد ان دي هتكون اخر شغلنا؟ انا كلمتي واحده يا تيتو. وعد يا دي. فهم بقى، انا مش هينفع اشتغل تاني. وصلتني معلومه ان في رائد في امن الدوله عمال ينخرب ورايا، خصوصا في اخر 3-4 مأموريات. عشان كده انا عايز العمليه دي تتم من غير شوشره ولا قلق. يعني في الوقت اللي احنا بنقبض فيه على التجار بالبضاعه تكون انت اخدت الفلوس من غير ولا نقطه دم. فاهم؟ ربنا يستر. فاكر حضرتك موضوع ارض شرم الشيخ اللي اتباعت في المزاد بتراب الفلوس؟ اللي اشترى الارض دي يا فندم واحد اسمه عبد الله الصواف. عبد الله ده يا فندم موظف صغير على قد حاله مش لاقي ياكل. هو دخل بالارض دي في مشروع سياحي كبير قوي مع ناس من اللي ليهم مزدهم في البلد. عارف حضرتك مين اللي ساعده من اساسه انه يخش المزاد ده؟ مين؟ العقيد رفعت السكري يا فندم. هو انت يا محمد ما وراكش غير رفعت السكري؟ يا فندم حضرتك عارف الملف بتاعه كويس قوي، وبعدين اشمعنى ده بالذات اللي كل مأمورياته لازم تنتهي بمصيبه؟ بصراحة يا فندم أنا شاكك فيه. يا محمد أنت ما عندكش أي حاجة عليه، ومش عايزين شوشرة على الضباط وخلاص. واللي يجيب لحضرتك الدليل. ابقى خد إجراءاتك من غير ما ترجع لي، مفيش حد فوق القانون. تمام يا فندم. من عناية. حاضر، هحط لك طلب 50,000 سهم على 18.65. بس والنبي بعت لي فلوس النهاردة. ثانية واحدة يا بيه، ثانية واحدة. أخبارك إيه؟ اقعد. أيوة يا بيه. لا لازم النهاردة. يعني افضل شيء ان حضرتك تحولهم على ويسترن يونيون عشان الفلوس تبقى في الحساب النهارده. ماشي. حاضر، هكلم حضرتك اول ما نفس. باي. ها اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ شيك بربع مليون دفعه اولى ان شاء الله. ايدك بقى نقرا الفاتحه. خلي الشيك على جنب دلوقتي، في موضوع اهم عايز اكلمك فيه. تفتكر يا تيتو انا بشارك واحد زيك ليه؟ محتاج فلوسك ولا خبرتك؟ انت رجعت في كلامك؟ بص يا تيتو، انا متخيل الجو الزباله اللي انت عشت فيه ومش عايزك تحكي لي عنه اي حاجه. بس الفرق بينك وبين اي واحد اتولد في جو نظيف هو ان انت اخترت وصممت انك تبقى كده. عشان كده انا يشرفني انك تبقى صاحبي وشريكي. بس في حاجه لازم اطمن عليها. لو في اي حاجه في حياتك ممكن تعمل لنا مشاكل في المشروع ده، يا ريت لو تقول دلوقتي، عشان لو شاركتك وتأذيت بسببك عمري ما هسامحك. اسمع يا ابن الناس، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي. يبقى نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هتصاحبيه ولا ايه؟ صاحبه؟ لا طبعا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امال تسمي ده ايه؟ مش عارف. كلمني كذا مره كان عايز يشوفني، ليه طريقه كده عامله زي الاطفال. بصراحه ما قدرتش اقوله لا. حاسه مختلف. مختلف طبعا مختلف. مش معرفه اخويا، هو كل شويه كده صاحب لنا على واحد معرفش بيجيبهم منين، اخيره مسايس الجراج بتاعنا. مش هناكل ولا ايه؟ سرحان في ايه؟ مش سرحان ولا حاجه، بس عندي ميعاد مع واحد صاحبي وعايز الحقه. ده لازم صاحبك ده مهم قوي. مش صاحبي، مش كبير، ده عيل صغير عنده 9 سنين. 9 سنين؟ صاحبك ازاي يعني؟ يعني واد صغير لقيته في الشارع مرمي متبهدل كده، صعب عليا، خدته ورحت مع بيته وشفت اهله وشفت حالتهم
وبعمل معلي قدرني ربنا بقى يعني، بزور مرتين ثلاثة في الشهر، اجيب له قميص جزمة، ادفع له مصاريف مدرسة يعني. فعلا؟ اه يعني مجرد لقيته مرمي في الشارع كده عملت عشانه كل ده؟ اه طب انا عايزة اشوفه، ممكن؟ ممكن اول ما نوصل؟ اول ما نوصل. الولاد دول بيصعبوا عليا قوي، رضا ده لو فضل في الشارع اكيد هيطلع مجرم، بس ذنبه ايه؟ الجوع والجهل. مش قادره اصدق ازاي الولاد دول متسابين في الشارع كده. يا ريت كل الناس تعمل زيك. تليفون. يا برنس، ايوه حصل. ماشي زق انت. يلا رجاله. أول مرة أشوف لجنة واقفة في الحتة دي. مش هقول لهم يا محمد يطلعوا قدامنا. رخص. رخص. على فين ان شاء الله؟ اثبت مكانك، محدش يتحرك.
سعادتك ان شاء الله انا هدير معاه. انا ما فهمش قوي في مواضيع المطاعم دي، بس اعتمادي على ربنا ثم على فارس. ربنا يوفقكوا. طبعا لو احتاجت اي حاجه هتطلبها مني. بصراحه محتاج. ايه؟ عندنا شويه مشاكل في التصريح يا باشا. لا دي سهله قوي، هات الاوراق وان شاء الله اقدر اخلصها لك. قول لي صحيح اخبار نور ايه؟ سعادتك زي ما تكون بتقرا اللي في دماغي. ايه اللي حصل؟ بصراحه انا عايز اتجوز الفتر يا باشا. تتجوزها؟ وانا لا سمح الله قلت حاجه غلط ولا ايه؟ لا ابدا. نور تعرف انت مين؟ تفتكر لو عرفتك على حياتك هتوافق؟ يا باشا سعادتك ما تعرفش نور. نور ما يهمهاش غير البني ادم اللي قدامها، يعني مش اصله ايه يعني. طيب مع افتراض انها وافقت يا تيتو، مش لسه في صحباتها واهلها؟ يا تيتو الجواز مش بس اتنين بيحبوا بعض، الجواز ده حياه كامله. واحده تعرف ظروفك وتقدرها، تبقى قدك وانت قدها. يا باشا سعادتك مش فاهم، انا ونور موضوع تاني، تشغلش بالك انت، بس بارك وان شاء الله هي تمشي. مبروك يا تيتو، بس ما تنساش تعزمني على الفرح. وانا اقدر؟ الفرح من غيرك ما بقاش فرح يا باشا. دلوقتي احنا الشغل اللي بينا خلص خلاص يا تيتو، بس انا متاكد انك مش هتنسى تسال على اخوك الكبير. ربنا يطمن عليك دايما يا باشا. مع السلامه. على فكره انا اسمي رفعت، رفعت السكري. رفعت السكري مش رمزي و... قلت لك مش لايق عليك يا باشا. ازيك يا رضا؟ الحمد لله. ازيك؟ ازيك؟ احنا مش هنعطلك، احنا قلنا بس نيجي نطمن ونسلم عليكي. هو الحقيقة أنا عندي جلسة، بس ممكن تحضروها معايا؟ والله يا ريت، حتى أنا عامل حسابي وجايب شوية حاجات حلوة للأولاد. طب يلا تعالي، تعالي يا رضا. حطها بره على الباب في الريسبشن. بتاع الريسبشن دي اطباق الترابيزات العاديه ومعاها النابكنز بتاعها. شوف كده حلو يا احمد، الباب ما بيثبتش ومفيش اوكر. كلمت الاستاذ رجب هيجي بكره يعملها على طول. حلوين حلوين يا احمد. تيتو مش عايز دعاوي نبعتها لحد؟ لا ما مش عايز. طب انا لازم كنت عشان الحق اوزع دول. سلام سلام. يلا يا احمد انا رايح اجيب منهم اليونيفورم وارجع لك تاني. مع السلامه يا احمد.
مبروك يا طاهر. الله يبارك فيك. مش يلا بقى، أنا اتأخرت قوي. يا نور، عايز أكلم معاكي كلمتين كده. بص يا ستي، الواحد ساعات بيحلم وساعات بيشطح كده بأحلامه وبيصدقها. أنا الحمد لله ربنا حقق لي جزء كبير من أحلامي زي ما أنت شايفة، هو يعني مطعم صح؟ يعني في المهم يعني إن في جزء كبير من الأحلام دي ناقص. حاجة أنا شايفها أهم من ده كله بس وخايف أصدقها. هي إيه؟ مش فاهمة حاجة. أنت ما فهمتيش أنا قصدي إيه من اللي أنا قلته كله. ها؟ أنت ما قلتش حاجة. أنت قلت أحلامي خايف أحققها. أنت عايز تقول إيه؟ عايز أكمل نص ديني. نص دينك؟ عايز تتجوزني؟ يعني طب سيبني افكر شوي. انا فكرت قبل اي حاجه، لو كان اللي انا قلته ده هيضايقك مني، انت عارفة معزتك عندي. انا موافقة. موافقة على ايه؟ موافقة. وحياة ابوكي going 101. Say what? I'm the man to fulfill your needs, get you everything that you see and dream, baby. Let nothing and nobody tear us apart, and forever you'll be my sweetheart. Boy, I've been to notice the gleam in my eye. Because of you, I'm a little hypnotized. But every time you're with me, I'm so positive. انا بجد ولا فاهماكي ولا فاهمه اخويا. انا فعلا مش عارفه انتوا شايفين ايه في الراجل ده عشان هو يشارك وانتي تتجوزيه. ما في مليون راجل اهو يا نور، اختاري اي واحد منهم على الاقل يبقى زينا يعني. وانتي ايه اللي مش عاجبك فيه؟ ايه اللي مش عاجبني فيه؟ قلتي ايه اللي عاجبك فيه اساسا؟ عاجبني انه ما فيش راجل زي بريء زي الاطفال، قوي. مرات بحس انه ممكن يهد الدنيا علشاني، وبيبقى ضعيف قوي لما بيبقى محتاج. تخيلي لما يبقى كل الصفات دي موجوده في راجل لاول مره بيحب. لا ربنا معاكي حبيبتي. يا بيه كان باين عليه من الاول لا طايق المدرسه ولا طايق البيت، وانا قلت لحضرتك قبل كده مفيش فايده، حضرتك تعب نفسك معاها على الفاضي، وكتر خيرك في اللي عملته معانا، واللي عند ربنا ما بيروحش. هو بقاله قد ايه ما رجعش؟ 4-5 ايام.
رضا سيبك من التلفزيون ده وقوم افتح الباب. ازيك يا رضا؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ بتفرج على التلفزيون. ازيك يا نور؟ عرفتي توصلي بسهولة؟ ايوه. هجيب لك حاجة تشربيها؟ لا ميرسي. أساعدك؟ لا أنا خلاص، كنت بعمله سندوتشين يتعشى بيهم بس. طب عندك لبن؟ جو في التلاجة. أنا ليه ما جبلوش واحدة وتقعد بيه؟ عشان مسؤولية. الولد محتاج تربية، هتسيبه الوحدة عشان تربيه؟ أعمل إيه يعني؟ أرميه في ملجأ؟ ادي له ده. ارحم التلفزيون شوية بقى، عايز الأكل ده كله يخلص، مش عايز أسمع كلمة شبعت دي. طب ما تعرفيش مدرسة داخلي ممكن تقبله؟ في مدرسة في اسكندرية بس مش هيقبلوه. ومش هيقبلوه ليه بقى إن شاء الله؟ عشان ما بيقبلوش أي حد. آه مدرسة ولاد زوات يعني. طب انا هدفع اللي هدفعوه يمكن اكتر. مش كل حاجة بالفلوس. امال ايه يا ست النظرة؟ انا ابتديت احس انك مش مجرد بتساعد الولد ده، انت في حاجة عايز تثبتها لنفسك. كلمتي أهلك؟ لا لسه. إيه؟ مكسوفة تكلميهم عني؟ لا مش مكسوفة، بس ما جاتش فرصة. بالنسبة لموضوع رضا، في حاجة في دماغي هبقولك عليها بكرة. أنا ماشية. خلص أكلك كله. مع السلامة. هكلمك الصبح. لو جات لك فرصة. معالي الباشا منور الدنيا. ازيك؟ والله منور الدنيا. يا رب يكون الأكل عجبك. الأكل جميل والمكان هايل. الله يخليك. شرفنا منورك. بلغ الحجوزات 4 اماكن بكره باسمي. بتاع ده مش مظبوط. مظبوط يا كبير. عندي مشوار ساعه وهرجع لك. في مشاكل؟ لا مفيش، بس ما تنساش المنيو. ايه المنيو يا تيتو؟ لسته الاكل. انت لسه ما حفظتش اخوك ولا ايه؟ معلش. عامل ايه مع نور؟ يعني الحمد لله زي الفل. حكيت لها كل حاجه عنك؟ يعني حلو ده يا وليد. تيتو لو لسه مخبي عليها حاجه قول لها ما تخافش، نور بتحبك ومش هتخلى عنك. اعمل اللي عليك يا تيتو عشان ما تجيش في يوم تلومك. انت عندك حق، انا هتكل. انا ماشي. سلام. ما تنساش المانيو. حاضر. تفتكر انا جبتك بيتي وكشفت لك نفسي ليه؟ عشان انا بثق فيك يا تيتو، وعارف انك ما تتمنى ليش غير الخير. خير يا باشا؟ انا عايز منك خدمه يا تيتو. في ايه؟ فاكر المشروع السياحي اللي كلمتك عنه؟ انا كنت داخل فيه بشويه فلوس زائد حته الارض اللي سلكتها من الحكومه،
المشروع خلاص ابتدى يتبني. الضابط ايه بتاع مباحث امن الدولة ابتدى ينخر ورا الارض كمان. الموضوع ده لو اتكشف هتبقى مصيبة كبيرة مش عارفة لمها. الشركة من ناحية والداخلية من ناحية. انا فرطة يا تيتو. طب والراجل ده ما تعرفش تشتريه؟ تفتكر انا ما فكرتش في كده؟ ده ما يعرفش ابوه. والحل؟ الضابط ده لازم يموت وتبان انها سرقة. محدش غيرك هيقدر يقوم بالعملية دي يا تيتو. مينفعش مينفعش يا باشا. انا سعادتك عارف انت بتطلب مني ايه. انا ما بقتش انفع الكلام ده يا باشا. وبعدين سعادتك وعدتني انك مش هتطلب مني شغل تاني. ايوه بس ده مش شغل التاني. ده واحد بيدمر لي حياتي وانا عايزك تقف جنبي، فاهم؟ اعمل اي حاجه عشانك يا باشا الا دي. يعني ايه الا دي؟ انت فاكر نفسك محترم بجد ولا ايه؟ على اللي عملتك. وانا ما اقدرش انكر جميلك عليا يا باشا وعايز اقف جنبك، بس واضح ان سعادتك مش قادر تفهم اللي انا فيه دلوقتي. انا اسف يا باشا. انت صدقت نفسك يا روح امك. انا مش بترجعك، انا بامرك. انت فاكر انك لو مشيت من هنا انا هسيبك؟ انا هنسف لك حياتك، هدمرك. ايه رفعت خير؟ في ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. اطلع انت نامي. احمد. افندم. فين طاهر؟ واقف فوق. واقف لوحدك ليه؟ ازيك يا نور؟ مالك؟ نور انا محتاجة اتكلم معاكي شوية. في شوية حاجات نفسي تعرفيها عني. حاجات ايه؟ يعني حاجات عني زمان. يمكن كنت متجوز؟ لا طبعا. عندك عيال؟ منين بس؟ عندك ايدز؟ نور انا بتكلم بجد، مش عايز اعرف اكتر من اللي انا شايفاه قدامي وبس. يا بنت الناس افهم. عندي خبر ليك حلو. انا كلمت اهلي، مش فاضل غير انك تحدد ميعاد عشان تروح تقابلهم. ايه شكلك مش مبسوط؟ بالعكس، ده انا ترجعت في كلامك. لا ده انا متاخد من الفرحه. يعني تقدري تقولي بلمت من كتر ما اتبسطت. يعني شكلك مش مظبوط. انا كويس، طمني. انا لازم اروح، هكلمك. يا الله. بس ده كتير قوي. ما يكتروش على رضا ولا عليكوا طبعا. وبعدين خليهم مع حضرتك، ما حدش ضامن الظروف. وانا هقعد هنا كتير. كتر خيرك يا ابني. شهر ولا شهرين وبعدين ترجع بيتك على طول. لسه في ناس زيكم. انت هتتبسط هنا قوي، بس لازم تروح المدرسه كل يوم وتبطل تشرب سجاير وتبطل تهرب مننا. طب وامي واخواتي؟ وانا مش هشوفهم؟ هتشوفهم طبعا، هيجوا لك وانت كمان ممكن تروح لهم. من النهارده رضا بقى، بس لو سمعت الكلام. اتفقنا؟ ماشي يا ابني. يا دوبك احنا بقى نتوكل على الله. شوف هات النضاره. رضا لو في اي حاجه بكلمك ان شاء الله.
مذاكرة ونوم بدري واحنا نسمع الكلام. شوفك تاني امتى؟ قريب يا حبيبي، هتلاقيني باجي ازورك على طول. بس زي ما قلت لك انا سايب راجل، ها مش اي راجل، راجل محترم مؤدب بيسمع الكلام وما بيعملش مشاكل. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. لو في اي حاجه هتصل بك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتونا. انت مطمنه للناس دول؟ الناس دول انا اعرفهم من سنين، ناس غلابه وعلى قد حالهم ويعرفوا يتعاملوا معاك كويس. انا حاسه ان تغيير المكان هيظبط فيه حاجات كتير. طب ليه؟ عملت ايه؟ ليه دايما حاسس ان انا مديون لك؟ ايه اللي حصل؟ المطعم اتهد يا رفعت بيه. ايه اللي هده؟ امر ازاله. وانا يا حيوان لو عايز اذيك اجيب لك امر ازاله يا صرصار. ده انا في عصك تحت رجليا. عايز تفهمني انك مالكش دعوه باللي بيحصل؟ لا. ومع ذلك ايه ده وكله هيتحل. تراخيص اعملها لك، الفلوس هديها لك، انا اللي فورته. لازم تساعدني عشان اعرف اساعدك. اهدى. يلا تعالى. تعالى. أنا السبب في اللي حصل، عارف؟ عشان مرضتش أرجع للوساخ. أنت خسرت المطعم بتاعك، أنا خسرت كل حاجة. عندك حق، أنت مالكش ذنب، أنا آسف. مش هتقول
قول لنا بقى سموك اللاتيني ليه؟ اقول لك، جدي كان بيشتغل ترجمان في الصعيد، جدتي بقى كانت جايه مع فوق سياحي من امريكا اللاتينيه، شافوا بعض وقعوا في حب بعد قصه حب عنيفه، واتجوزوا وخلفوا امي خلفتني، وعشان كده سموني راضي اللاتيني. الا ما بتلاحظش في كلامي كده سن لاتيني؟ على كده راضي امك حلو. انت هتغلط ولا ايه؟ مش عايز اسمع صوتكم تتجوز يا تيتو. مالك لصحيح انت مش ناوي تشتغل تاني؟ لا يا سيدي مش ناوي. يعني ايه؟ حد يجي له فرصه زي دي مع راجل تقيل ومضمون ويرفضها؟ انت بتتبطر على النعمه يا تيتو. هي النعمه ان ابقى حرامي واتقال قتله؟ كده كده انت حرامي ورد زبون، بس ممكن تبقى حرامي وجعان او مرتاح ومعاك فلوس. اقول لك ايه؟ انت حمار مش فاهم حاجه. وانت يظهر نسيت الجوع. تيتو البابا هو 10 دقايق وتبقى مدور العربيه وجاهز تطير. يلا راضي. رايح فين؟ عملت ايه يا تيتو؟ عارف عاملين عملت ايه؟ ما قدرتش. ما قدرتش تعمل ايه؟ ارحمك ماشي يا تيتو، انا هفرجك، انا هرجعك السجن تاني. لو هرجع السجن تاني يا رفعت دي مش هرجع لوحدي، هنرجع انا وانت سوا. تقضي مين السجن يا كلبي؟ يا ابن الكلب انا عندي ورقه يقعدك بقيت عمرك في السجن. ورقه ايه اللي معاك؟ الو الو Thank you.
نور ازاي؟ تعالي تعالي خشي. انا بكلمك طول الليل امبارح ما بترديش. ايه حصل حاجه؟ انا مش عايز اعرف حاجة. افتكرت الموضوع مش مهم. مش مهم انك تكون مجرم وقتل قدر. كنت هتتجوزني ازاي؟ عيل من العيال اللي مرمية في الشارع بين الخرابات والإشارات والرصفة، عيل ملقاش حد يقول الحلال من الحرام، الصح من الغلط، عيل من اللي انت نفسك قلتي عليهم انهم ملهمش ذنب. كلامك ده اللي شجعني وحسسني انك ممكن تقبليني. اقصد يعني ايه؟ تقبلي اللي واقف قدامك مش اللي في الملف؟ انا فعلا قلت انهم ملهمش ذنب ولازم نساعدهم ونقف جنبهم قبل ما يبقوا مجرمين، بس مش معنى كده ان انا اتجوز واحد منهم. عندك حق، الظاهر اني عايشت نفسي في وهم كبير. نور تصرف. ايه شوفولي ارجوك. هات لي سبب واحد في الدنيا يخليك تفضل كده. تعرف انت بتعمل في نفسك ايه؟ انت مش عارف.
تقدر تقول لي ايه اللي عاجبك في الزباله اللي انت عايش فيها دي؟ انا النهارده موجود، بكره مش موجود، مش هتلاقي حد يقف جنبك. انضف قبل ما تكبر، والوساخة تكبر معاك. سيادة العقيد، تعرف واحد اسمه عبد الله الصواف؟ عبد الله الصواف هو بيقول انه صديق لحضرتك. عبد الله الصواف طبعا، عفوا، ده زميل دراسه قديم. طب وايه علاقتك بمشروع شرم الشيخ؟ لا انا ماليش اي علاقه بمشروع شرم الشيخ. امال كنت بتزور الموقع كتير ليه؟ ده لان عبد الله الصواف بيحب يستشيرني. يستشيرك الراجل اللي انت حتى مش فاكر اسمه؟ يوم 13 ديسمبر اللي فات كان عندك ضبطيه الاثار بتاعه الفندق. دي ضبطيه عاديه جدا، احنا فوجئنا بالمجموعه دي، طلعوا شويه عيال مسجلين ولساهم واد اسمه تيتو. انا طلعت له امر اعتقال 48 ساعه وهي ما تحت ايدي. طب ده الفندق وضرب النار اللي حصل في عمليه المخدرات بتاع طريق السويس ومخزن سلاح الدراسه، تقدر تفسر لي يا سياده العقيد ليه المشاكل دي كلها بتحصل في مأمورياتك انت بس؟ دي مشاكل عصابات مع بعضها، اذا كانت سلاح ولا مخدرات ولا اثار، انما احنا الحمد لله بنعمل شغلنا وربنا بيكرمنا. وبعدين وانا متهم بحاجه ولا ايه؟ انا حاسس ان انا في تحقيق رسمي. دي مجرد دردشه يا رفعت. الله، اذا كانت دردشه سيادتك يبقى المفروض سياده الرائد يكلمنا باحترام شويه. سياده العقيد انا محترم وانا عارف حدودي كويس. محمد، سياده اللواء، حضرتك تأمرني باي خدمات؟ تقدر تتفضل. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. سلام يا سياده الرائد. ازيك يا تيتو؟ في خبر سمعته من عيال اصحابي، رمزي هيبعت لك شويه عيال بلطجيه عشان يخلصوا عليك. امتى؟ مش عارف بالظبط، اول ما هعرف امتى هكلمك. خد بالك من نفسك يا تيتو. تشكر راضي يا عم، احنا اخوات. تيتو لو احتجت اي حاجه بكلمني. خد بالك من نفسك. ها، سلام يا برنس. عارف كل حاجة ومخبي عليا. لا، ما كنتش عارف حاجة، بس كنت حاسس. ما كانتش فارقة معايا. ليه؟ عشان تيتو اللي في الملف اللي معاكي ده غير تيتو اللي احنا نعرفه. تيتو النهاردة بقى حاجة تانية، يمكن أكون أنا وإنتي السبب إنه بقى حاجة تانية، عشان كده ما ينفعش نتخلى عنه. الملف ده وصل لك البيت عشان تيتو رفض يرجع للي كان فيه. أنا مش عارفة أفكر، مش عارفة أعمل إيه. روحي له يا نور وكلميه.
اسف لو انا السبب في اللي انت فيه. الملف اللي انت قريتيه ده انا كنت شايفه حاجه صغيره هايفه ملهاش معنى، وانت اللي حسستيني بكده. سخسر طلع مجرد كلام. ما تقولش كده، انت بيا من غيري كمل. انا بس ما قدرتش. نور انا جاي عشان اديك كده. دي وديعه بكل فلوسي في البنك كتبتها باسمك. الفلوس دي عشان رضا. ريت تخلي بالك منه. يمكن اللي ما قدرتيش تعمليه معايا ربنا يقدرك وتعمليه معايا. كان نفسي كل حاجة تمشي زي ما كنت عايز. استنى دي حاجة خالص. ايه ده؟ الملف اللي كنت حكيت لك عنه. لو جرالي حاجه انت معاك عنوان الضابط واسمه. جرالك حاجه ايه بس يا تيتو؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فارس انا متشكر على كل اللي انت عملته معايا. العفو يا سيدي، عموما انت ما تشيلش هم وريح لك كده يومين وكل حاجه تبقى زي الفل، نرجع نركز في مطعم تاني وتوصل اللي انت عايزه ان شاء الله. ايه يا عم في ايه يا تيتو؟ تيتو في ايه؟ زمان وانا في السجن في حدوته قريتها اكتر من 100 مره فارس، يمكن ما قريتش غيرها. بتحكي عن واحد عاش طول عمره يحلم بكنز موجود في مكان بعيد ونفسه وصل، ويوم ما وصل اكتشف ان الكنز في الرحله، في الناس اللي عرفهم حبوهم وحبوه. ريت كل الناس زيك يا فارس. العكس، يا ريت كل الناس زيك انت. ابدأ الاقتحام الآن. We'll be right back.
تهيش لطفل جوايا كان نفسه في يوم يعيش والحكاية ما تنتهيش. عمري